أكد سيد عادل العسومي رئيس البرلمان العربي الاعتزاز بالدور الكبير الذي يطلع به جلالة ملك البلاد المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لدعم العمل العربي المشترك. جاء ذلك في تصريح لرئيس البرلمان العربي على هامش الجلسة الثالثة من دور الانعقاد الثالث للبرلمان العربي، حيث ثمن العسومي عاليا دور مملكة البحرين في التعاطي مع القضايا العربية والإسلامية وجهودها المقدرة في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، منوها باهتمام رئيسي مجلسي الشورى والنواب ودعمهما لتطور منظومة العمل البرلماني العربي. وأكد رئيس البرلمان العربي الالتزام بالعمل على الدفاع عن القضايا الأمتين العربية والإسلامية والتصدي لمحاولات المساس بالسيادة العربية أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول أو التعريض بها.